شاب مصري يستحضر السوداء بنت ابليس. الحكايه دي حقيقيه وحصلت بالفعل. شاب عنده 22 سنه كان بيعرض قصته على احد المواقع، بيقول ان والده كان ملتزم جدا ولكنه كان بيعامله اسوأ معامله من ضرب وتهزيق واهانه، لدرجه ان الولد فكر في الانتحار. ولما والده بيرجع البيت كان بيسود عيشته ويبدا في معاناته اليوميه، والموضوع استمر معاه فتره طويله جدا، واوقات كتير كان بينام وهو بيعيط من كتر القهر اللي بيتعرض له، لحد ما الولد ده قرر انه لازم ينتقم من ابوه، وبالفعل فضل يدور على حد يعلمه السحر عشان يحضر حد من العالم السفلي يساعده في مهمته دي. المهم قدر يوصل لواحد واداله مبلغ كان حوالي 500 جنيه، والراجل ده قال له انه هيعلمه ازاي يحضر جنية قوية تنفذ له كل اللي هو عايزه، وقال له ان الجنية دي هي السوداء بنت ابليس. وبالفعل الولد اخد كلامه وراح عشان يطبقه بالحرف، وجاب الحاجات اللي هيحتاجها واستنى لحد ما البيت كله نام، وبعدين دخل الحمام وبدا في عمليه الاستحضار، واللي كانت بتطلب منه انه يعمل طقوس غريبه جدا، والساحر كان قايل له على طلاسم وتعاويذ يكتبها، فبدا يكتب على الورقه اللي اخدها من الساحر ده، وبعدين بدا في ترديد العزيمه لاستحضار السوداء بنت ابليس. وفعلا مفيش ثواني الا ولقى الباب بتاع الحمام بيخبط جامد ويتهز، واول ما الباب اتفتح الولد بيقول انه شاف جسم طويل واسود ومش باين حاجه من ملامحه، وانه كان مرعوب جدا من الموقف اللي هو فيه ده، ولكن كان لازم يكمل اللي هو بدأه. وساعتها وكلها بانها تمرض ابوه وتنتقم منه، وبعدين اختفت. وتاني يوم ابوه تعب جدا وودوه مستشفى، والدكاتره ما كانوش عارفين ايه السبب في تعبه، والايام تعدي وابوه عمال بيخس من التعب، والولد كان بيقول انه كان سعيد جدا بالانتقام، ولكن حياته اتغيرت للأسوأ بعد اللي هو عمله. بقى يشوف كوابيس ويسمع اصوات ودايما صدره بيتقبض، وكان حاسس انه عايش في جحيم، وانه ما كانش عارف انه هيوصل للي هو فيه دلوقتي. وخلصت رساله الشاب ده على كده، ولحد دلوقتي ما حدش سمع عنه اي حاجه. لو عاوز تشوفني تاني ما تنساش اللايك والفولو، ولو حابب كل خميس نتكلم عن قصة جديدة مرعبة اكتبلي في الكومنتات. سلام.